ألمح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى تراجع القلعة البيضاء عن الانسحاب من الدوري، مشيرا إلى أن قرار العودة للدوري سيكون بقرار من الجمعية العمومية في 31 من الشهر الجاري، وذلك بعد المستجدات الجديدة التي حلت عقب قرار حل اتحاد الكرة وتغيير رئيس الاتحاد الإفريقي. في مستجدات طبعا، أنه اتحاد الكرة نفسه كله بقى بره حل، عندنا الاتحاد الافريقي الرئيس بتاعه الفاسد بقى بره، دي كلها مستجدات هتعرض على الجمعيه. يعني النهارده اتحاد الكوره بلجانه منها لجنه الحكام بقى بره خلاص، هنعرض الامر على الجمعيه العموميه. وانا قلت لسياده الوزير انا ما اقدرش اخد قرار منفرد الا بعد العوده للجمعيه العموميه، وخاصه ان احنا عندنا ماتش توجو وعندنا تصفيات كاس العالم، عندنا ماتش واندا مهم جدا جدا. كلنا دلوقتي مركزين، اهلي وزمالك والمصري والاسماعيلي واتحاد اسكندري وسموحه وكل الانديه، اسوان طنطا تعدين طلائع الجيش، خايف انسى اي نادي، كلنا واقفين ورا المنتخب مصر، لان احنا من سنه 90 يعني تقريبا 27 28 سنه ما وصلناش لكاس العالم.